رح نبلش أولى فقراتنا لليوم بالمساحة الطبية. ومن المعروف أنه فترة الحمل هي فترة صعبة جداً على المرأة، وخصوصاً لكثير من الأثار الجانبية اللي ممكن تتعرض لها. أحد هاي الأثار الجانبية هي الأدوية. صحيح ممكن تكون بحاجة لتناول بعض أنواع الأدوية، ولكن بيكون من الصعب جداً وخصوصاً بالسلسل الأول من الحمل. ولكن شو تأثير الأدوية، وخصوصاً إذا كانت هي بحاجة في بعض الحالات لاتخاذ دواء معين لمعالجة حالة طارئة أو حالة هي بتعاني منها سابقا، أنه بعض السيدات ممكن يكون عندهم أمراض مزمنة أو أمراض معينة تحتاج لتناول العلاج. كل هاي الأسئلة وغيرها من الاستفسارات رح نطرحها على ضيفتنا بالاستوديو دكتورة سوسن محفوظ، اختصاصية نسائية. صباح الخير دكتورة، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. خلينا نبلش مع حضرتك. بنعرف أنه الدواء بيأثر على الجنين، وكتير أوقات بنسمع عن تشوهات نجمت عن أخذ دواء معين، وبيخافوا السيدات من هذا الموضوع. بأي مرحلة أو بأي شهر بيأثر الدواء على الجنين تحديدا؟ تمام. هلا خلينا نحكي أول شيء معلومة كتير مهمة، إنه نحنا نسبة التشوهات عند الجنين 1-2%، سواء نحنا ما متعرضين لأي معالجة ولا لأي دواء. مشان يعني أحيانا كتير مريضات إنه بتخاف إنه والله أنا أخذت مثلا، أو الدكتور حتى إنه أعطاني هذا عفوا هذا الدواء إنه هذا بيسبب تشوهات، فإنه في 1-2% من الأجنة ممكن يتعرضوا لتشوهات بدون التعرض لأي عامل ثاني. هذه نسبة تشوهات عالمية. هلأ نحن الفترة الحرجة اللي ممكن يتعرض فيها الجنين لتشوهات هي الثلث الأول من الحمل، الثلاث أشهر الأولى، لأنه هي فترة تكون أعضاء الجنين. في شغلة مهمة كتير كمان، نحن في فترة مرحلة نحن بنسميها الكل أو لا شيء. يعني قبل ما يبلش عندي يبين أنه حمل، طبعا نحن بعد 15 يوم فترة الإلقاح وتعشيش الحمل، أنه لما بتاخذ هيدي الأدوية قبل موعد الطمس وأنه ممكن يكون في حمل عم بيعشش، أنه هون إذا تعرضت لعوامل مشوهة حقيقية فنحن بنقول الكل أو لا شيء. إما أنه هذا الجنين رح يموت ويسقط حكما نتيجة تأثير الأدوية اللي أخذتها. مثل شو؟ يعني أكثر شيء مثلا الأدوية الريتان مثلا، في أدوية لمعالجة الحب الشباب الدوكسيسيكلين والتتراسيكلين، في أدوية لمعالجة الصرع الأمراض العصبية، هدول أدوية مشوهة يعني. بس بالعموم دكتورة بيقولوا أنه اللي عم تكون تتحضر للحمل هدول الأدوية يعني المفروض تكون قطعتها أقل شيء 6 شهور. أكيد، لأنه إلا تأثير مديد. تماما. هلأ أكثر شيء أنه هلأ آخر الدراسات الحديثة 3 شهور، خصوصا الريتان المؤشر هيدي كتير شائع وكتير بنشوفه نحن بالعيادات. هلأ طبعا بتكون عم تتحضر الحمل، هذا نحن عم نحكي لما بتكون المريضة تفاجأت أنه هي ما أنا متوقعة أنه يصير حمل وهي آخذة هيدون الأدوية. فالفترة اللي تعرضت فيها لهيدي الأدوية قبل ما يثبت أنه في حمل، يعني قبل ما تفوت موعد الطمس ونحن نصور ونشوف أنه والله أنه صار في حمل، أنه لما بتتعرض لهيدي الأدوية وهي تطمن تماما إذا البيبي كمل وكان في نبض فحكما ما في تشوهات، لأنه إذا بده يكون هيدي الأدوية مأسرة فهذا الجنين رح يموت ورح يصير إسقاط. فهي بس تجاوزت المرحلة ونحن شفنا نبض فنحن منطمنة أنه حكما كل الأدوية اللي أنت أخذتها بالفترة الماضية فهي أكيد ما رح تكون مأسرة على الجنين وما رح يكون سبب للتشوه. إذا ظهر تشوه فهي لأنه النسبة العالمية مثل ما حكينا نحن 1-2% من الأجنة. صحيح. ممكن يكون عندهم تشوهات، بس هيدي الفترة قبل ما يثبت الحمل على الإيكو الأدوية كلها اللي حتى اللي بتكون مشوهة فهي حكما إذا كمل البيبي فإنه أكيد ما عنده تشوهات. الفترة اللي بعد 5 أسابيع نحن شفنا الكيس الحمل على الإيكو، فهيدي الفترة كتير حساسة، هي فترة تكون أعضاء الجنين، فنحن بهيدي الفترة بنقول للأم إنه أنت حكما ما بيصير تاخذي أي دواء بدون استشارة الطبيب. طيب دكتورة، في حالات بتكون خاصة، يعني مثلا تعرضت لمشكلة، مثلا وعكة صحية مفاجئة، ممكن أحيانا تعمل حادث، توقع، تنفكش رجلة، بحاجة لدواء مسكن، بحاجة لبعض أنواع الأدوية، هي الحالة طبعا ممنوع، معروف انه ممنوع من عم باتن تاخذ اي دواء شو ما كان الا باستشاره الاختصاصي النسائي اللي عم بيتابعها الدكتور. تمام. الطبيب. تمام. شو هي الحالات النادره اللي ممكن تسمحوا فيها؟ شو هي انواع الادويه اللي ممكن يسمح فيها بهذا الاشهر؟ خلينا لسه عم نحكي نحن بالثلث الاول من الحمل. تماما. هلا السيتامول بالنسبه لنا هو مسكن امن طول فتره الحمل. هلا السيتامول يعني كترته انه هي كمان حتى بتاثر على الام، يعني انه ممكن تعمل مشاكل كبديه عندها انه والله بجرعات عاليه، بس نحن انه هي من المسكنات الامنه طول فتره الحمل بالجرعات المدروسه. هلا منه يعني هلا صار في منه مثلا بنعرف ستامول او البنادول، صار في منه شيء للرشح، في منه لشيء، هلا هدول بخربطوا بيقول لك ايه هذا بنادول اللي انا اخذته تبع الرشح ما بياثر. نحن عم نحكي السيتامول تركيبه باراسيتامول. هلا اليونادول والبنادول والهدول هن عم تدخل لهم تركيبات ثانيه اضافه للبنادول.
باراسيتامول. لما بيكون باراسيتامول صافي تركيبه فقط باراسيتامول فهو اكيد ما بيحمل اي مشكله باثناء الحمل. الادويه الثانيه خصوصا للرشح والجريب بيكون فيها مضادات احتقانيه ثانيه، وهيدي اكيد اول 3 اشهر من الحمل ممنوعه لانه ممكن تسبب تشوهات خصوصا شفه الارنب اللي نحن بنسميها يعني الشوك المشقوق، الشفه يعني. فهيدي انه ممنوعة لأنه هي فيها مركبات تانية إضافة للباراسيتامول. نحن عم نحكي أنه فقط باراسيتامول مو البنادول والمركبات التجارية، ما يفكروا يقولوا نفس الشيء بس غير اسم. لا أكيد لا، نحن قصدنا كتركيب دوائي باراسيتامول فقط. نرجع مضادات الالتهاب الاستيرويدية اللي هي المسكنات مثل المتعارف عليها الديكلون والبروفين، هي مسموحة أول 6 أشهر من الحمل، يعني مسموحة حتى الأسبوع 28 من الحمل. بعد الأسبوع 28 من الحمل ممنوعة لحتى الأسبوع 36 لأنه هي بتعمل انغلاق باكر بالقناة الشريانية عند الجنين. فنحن أول 6 أشهر من الحمل بتقلك أخذت بروفين وكنت مقربة وأخذت ديكلون، أوكي ما في أي إشكالية، هي أول 6 أشهر من الحمل آمنة. بس دائما بننبه المريضة أنه يفضل أنت ما تاخدي بدون استشارة الطبيب. صحيح. لأنه أحيانا بعض المركبات الدوائية بيكون داخلها شيء ثاني، يعني ما بتكون هي صافية. مثل هلأ ما كنا عم نحكي عن البنادول والهيدا، أنه ما شرط تكون باراسيتامول، نحن عم نحكي عن مركب دوائي صافي، مو انه والله اذا كان داخله شيء ثاني. فانت ما تاخذي بدون استشاره طبيه. بس مضادات الالتهاب الاستيرويدي امني اول 6 اشهر من الحمل حتى الاسبوع 28، والسيتامول امن طول فتره الحمل. خلينا ننتقل للثلث الثالث. بهذا الثلث بتبلش السيده بتحس انه هي راحتها اكثر، انه حتى لو رشحت ممكن يوصفوا لها بخاخات انفيه، انه باعتبار انه هي موضوعيه وتاثيرها اخف من الادويه اللي بتنحل بشكل مباشر بالدم وغيرها من التفاصيل. كمان نحكي عن هذا خلينا نقول الجزئية من الحمل وشو المسموح تأخذ فيه. تماما بالثلث الثالث بيصير تكون الجنين، يعني بتصير بقى هي نضج لأعضاء الجنين، فبتصير الخطورة من التشوهات هي أقل. تماما. فهلأ المعالجة الموضعية كتير نحن بتكون مريحة بالنسبة لنا لأنه امتصاص الجهازي بيكون أقل، وبالتالي أنه توصل للبيبي هي أقل. يعني أغلب الأدوية خلال الثلث الثالث من الحمل ما عدا مثل ما حكينا هلأ مضادات الالتهاب، لأنه لا استيرويدية، مو المضادات الحيوية، لأنه ممكن أحيانا يكون يختلط الأمور عند المريضة بيناتهم. بس أنه نحن طبعا دائما بنبلش خصوصا بالإصابات الخفيفة بالمعالجات الخفيفة. يعني مثلا بخاخات أنفية مثل السيروم ملحي، إذا ما تحسن حتى الكورتيزونات الموضعية أنه هي مسموحة، حتى الكورتيزونات الجهازية إذا اضطرينا بحالات الربو. حتى كتير يعني أهم 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 سؤال أنه الدكتورة أنه أنا بدي أتخدر موضعي، وخصوصا كمان شغل الأسنان أنه أنا فيني أتخدر موضعي. كمان نحن فيه اكيد ادويه معينه بيصير فيه بالتنسيق بين طبيب الاسنان والطبيب النسائي، دائما بده يكون في طبعا دائما بده يكون في تواصل بين الطبيب المعالج لاي حاله مرضيه مع طبيب الاخر طبيب النسائيه. انه هي اغلب الادويه بتصير خلال الثلث الاخير من الحمل مسموحه. طبعا اغلب الادويه، في ادويه لا، نحن عندنا تصنيفات دوائيه ب انه حسب الامان بالحمل. ففي ادويه اكيد ممنوعه بكل الاشهر من الحمل، مثل ما حكينا هلا مثلا في ميتوتروكسات بيعطوها بامراض الجهاز المناعيه، في امراض الصادات مثل التتراسيكلين والدوكسيسيكلين، مثل الجنتامايسين لانه بتاثر على العصب السمعي، وهيدي مو تشوهات، يعني احنا ما بنقدر نكشفها على الايكو. يعني انا البيبي بده يجي عنده مشكله سمعيه لانه هو بده يتاثر العصب السمعي، بس هيدي انا ما راح اقدر اكشفها على الايكو. ففي ادويه اكيد نحن ما بنقدر نستخدمها طول فتره الحمل. طيب كمان في دكتوره هلا حاليا عم نشوف كثير سيدات للاسف عم بيروحوا على المنحى الجمالي على حساب صحتهم الشخصيه وصحة البيبي، يعني بيضلوا بيسألوا أنه أنا فيني حط أعمل فيلر، فيني أعمل بوتوكس، فيني أعمل هدول الإبر، بعض جلسات التقشير بتستخدم الريتينول، بعض مواد التجميل، حتى الواقيات الشمسية. يعني أنا تفاجأت كنت عم بسأل أحد الأطباء أنه في واقيات شمسية ما لازم تحطها أبداً السيدة لأن فيها مواد بتأثر وممكن تعمل شفة أرنب. فمعلش بس نفصل هدول كمان للناس لأنه كتير مهم هذا الموضوع. تماماً. هلأ دائماً لما بيسألونا كتير هذا السؤال مهم، أنه دكتورة أنا جبت خلطة من عند الصيدلاني أنه بقدر استخدمها أنه معالجته خصوصا بالحمل بتزيد التصبغات الجلدية. صحيح. أكيد يعني المقشرات ممنوعة، وحتى الهيدروكينون اللي بيكون هو أصلا أساس لمعالجة هذه التصبغات هي ممنوعة. فنحن بنقلها للمريضة أنه ممنوع تستخدمي أي خلطة أو أي علاج بدون ما نحن نشوف شو المركبات اللي داخله بهذا العلاج. تماما. حتى الواقي الشمسي، يعني مثل ما قلتي حضرتك انه نحن بدنا نشوف، لانه احيانا بيكون كثير فيها مركبات انه بيقولوا لك مع مبيض للبشره مع، فنحن بدنا نشوف شو التركيب اللي داخل لحتى نسمح انه انت مسموح تاخذي هدول المواد ولا لا. او لا
هلا الواقي الشمسي اغلبهم بيكون انه اوكي لانه ما داخلهم شغلات ثانيه، فنحن بس انه يفضل انه يعني نتأكد. جيب المركب اللي انت بدك تستخدميه لحتى نحن ننصحك انه بتقدري تستخدميه ولا لا. هلا بالنسبه للفيلر والبوتوكس، هلا البوتوكس هو يعني حتى تاثيره موضعي بس انه هو له تاثير ان شاء الله العضلات، نحن بنقولها هي فتره الحمل اوكي، فانه انت ما انك مضطره يعني خلال هالشهرين ثلاثه انك تدخلي بهيدي المخاطره. هلا الفيلر هي ماده موضعيه بتتوضع موضعيا ما لها اي انتشار ثاني، وحتى المخدر الموضعي هلا حكينا نحن اللي دكاين انه نحن بنقدر نستخدمه اثناء الحمل، بس نحن بنقولها انه انت يعني ما انك مضطره. حتى الليزر تاتو الحواجب اللي عم يعملوه مثلا، لا لانه هو ممكن ينقل امراض ثانيه يعني، فهي بندخل بقى بمتاهه الامراض اللي ممكن تنتقل واللي ممكن تاثر على البيبي. الليزر اللي عم يعملوه للجسم، في هون انا شفت رايين، في ناس لك ما في مشكله بعد الشهر الثالث، في ناس لك لا. صراحه الليزر عالميا ما هو ممنوع اثناء الحمل، بس احنا بنقول لها تجنبي الجلسات، يعني انه طالما انك انت ما انك مضطره خلال هيدي الفتره فانه تجنبيها، بس عالميا يعني بالهيدا ما هو ممنوع الليزر اثناء الحمل. الاشعه اللي بيستخدموها على ايديه هون الصبايا لل تماما. هلا اول شيء كمان حتى المناجير والمواد اللي بتستخدم هي في مواد ضاره للجنين، يعني ممكن الاشعه اللي هي عم تتعرض لها خصوصا بحالات الاظافر والجيل هلا اللي طالع جديد، فانه هي في أشعة ممكن تتعرض لها، طبعا انه عملت جلسه ولا انه قريب على فتره الولاده عم تجهز حالها بدها تستعد للولاده اكيد ما في اي اشكاليه، بس انه والله كل 10 15 يوم انه انت ممكن تعملي وتغيري وتهيدا فهي اكيد ممنوعه. حتى المناجير العاديه ممكن احيانا تحوي رصاص، وانه استخدامه بجرع يعني كثير كثير اثناء الحمل ممكن يوصل للجنين وممكن ياثر عليه. فنحن دائما بننصحها هدول الامور، اذا بتحسني انت تاجلي شو بتقدري تاجلي اكيد بتتخففي من تعرض الجنين لمواد ممكن تكون ضاره له. طيب كمان خلينا نحكي عن صبغه الشعر، هلا كمان اختلفوا فيها، في ناس لك بعد الشهر الخامس ما في مشكله، في ناس بتقول لا انا بفضل قبل الولاده باسبوع او اسبوعين اذا حابه تعملي شيء لتغيري نفسيتك، بس كله فيه مواد كيميائيه رح تتسرب وتدخل للجنين، شو تاثيرها؟ تماما. هلا نحن خصوصا هلا عم نسمع شيء عم بيقول لك شيء طبيعي، بس لما بتقري بيطلع معنا شيء طبيعي اللي تماماً. تماما. هلا صبغه الشعر نحن بنأمنها من الا انه بعد 3 اشهر مثل ما حكينا هي الفتره الحساسه تكون اعضاء الجنين، بالشهر الرابع الخامس ما في اي اشكاليه بالنسبه للصبغه. اذا الصبغه العاديه يعني ما رح تستخدم مركبات ثانيه، يعني انه بس الاكسيدان تبع الصبغه والهيدا ما في اي اشكاليه. لا صبغه امنه بعد فتره تكون اعضاء الجنين ما في اي اشكاليه. بس يعني اكيد الوحده ما رح تقعد وتسحب لون وتحط مواد كيماويه نحن ما بنعرفها وتغير الوان، انه اوكي صبغه لتغطيه الشيب، يعني انه ما في اي اشكاليه من هاي. طيب خلينا دكتور نحكي اليوم بالنسبه، حضرتك قلتي بعض الادويه حتى المسموحه الزياده منها مثل ما بيقولوا بتنقلب ضدها، منها المسكنات، شو هي الفئه الثانيه كمان اللي ممكن يكون اذا اخذناها بشكل مبالغ فيه تعمل تاثير سلبي؟ من ناحية المسكنات بشكل عام من طيف الأدوية اللي هي مسموحة بس إذا زادت جرعتها بصير خطيرة. هلأ هي الخطورة بتجي مو أنه من أنه بس تأثير على الجنين، هي تأثير على أعضاء الأم اللي هي رح تحمي الجنين. يعني إحنا كل الأدوية أكيد لها أثار جانبية، يعني مثل ما حكينا أنه السيتامول بكثرة ممكن يأثر على الكبد، مضادات التهاب اللاستيرويدية ممكن تأثر على الكلية وتدخل بقصور كلية، وارتفاع هذه المواد انه السموم اللي رح ترتفع بدم الام اكيد رح تاثر على الجنين سلبا. فاكيد المضادات الحيويه بجرعات عاليه اكيد ممكن تدخل كمان بقصور كبدي. يعني في ادويه انه اكيد ما لازم تتاخذ بجرعات عاليه، كل الادويه اذا بدنا نحكي كل الادويه اللي هي ابسط السيتامول اللي المرضى كثير بياخذوه هيك يعني بسلاسه، انه والله كل ساعتين ثلاثه ممكن تاخذ المريضه حبه انه والله ما كان وجع اسناني، فهدون لما بدها تدخل الام بقصور اعضاء فاكيد هذا رح ياثر سلبا على البيبي. اكيد نحن بنعرف في بعض السيدات بيكون عندهم، قلنا بالمقدمه عندهم مشاكل اساسا قبل الحمل تمام. بعد ممكن يكون عنده سكري، ممكن تماماً. يكون عنده ضغط تماما، واصلا بالحمل نحن بنقيس باشهر معينه، والضغط دائما بنقيسه بس تماماً. السكري بعد الخامس او السادس بيبلشوا يقيسوا سكري ليشوفوا اذا في سكر حملي اللي هو تماماً. الان خلينا نحكي يعني عن هذا النوع من السيدات، شو كيف لازم يتم التعامل مع ادويتهم التقليديه، شو بيصير فينا؟ تماما. هلا اول شيء نحن لما بتكون المريضه اي مرض عندها موجود قبل الحمل، ارتفاع ضغط او سكري او امراض عصبية أو أمراض نفسية أو أي شيء، فبده يكون في تحضير للهيدا. هذا التحضير أهم شيء بالفوليك أسيد بده يتاخد على الأقل 3 أشهر قبل ما يصير حمل حتى نحن نحمي من التشوهات. هلأ
قولا واحدا خافضات السكر الفموية مشوهة، فنحن مجرد المريضة عرفنا انه في حمل فهي بدها تتحول لأنسولين. وهلا رجعنا حكينا انه نحن بدنا ننسق بين طبيب النسائية وطبيب الغدد اللي عم يتابعها لحتى ننظم الجرعات، لانه كمان اضطراب السكر وعدم انتظامه اثناء الحمل هو بحد ذاته ممكن يعمل لي تشوهات قلبية وعصبية عند الجنين. بس خافضات السكر الفموية فورا بدها تتوقف وتتحول لأنسولين. أمراض تانية مثلا ممكن الأنسولين أخف تأثير على المرأة الحامل، على الأقل ما عنده ما بيسبب تشوهات عند الجنين، بس خافضات بينحل فورا مباشرة تماما. هلا فيها شيء تاني منظم السكر اللي هو المتفورمين الشائع استخدامه عند البنات الصبايا للنحف وللريجيم وحتى لتنظيم حالات معينة، اكياس مبيض متعدد الكيسات يعني عليكي تماما، فممكن تكون عم تاخده حتى قبل الحمل. هذا ما له تأثير مشوه، مو مثل خافضات السكر الفموية الأساسية مثل المرضى اللي عندهم سكري واللي عم ياخذوا الخافضات السكرية. فإذا أنا في عندي شوية اضطراب سكري، يعني إحنا ما دخلنا بسكري حملي نظامي، فممكن على حمية مع هيدي المنظم السكر إنه نحن نضبط السكر. في أمراض مثلا خصوصا خسارية ممكن تكون المريضة متعرضة لإلها قبل الحمل بتأثير حمل سابق، يعني أنه نحن الحمل بنعرف أنه بسبب اضطراب عوامل التخسر، وممكن المريضة تتعرض لعوامل تخسرية ويصير عندها خسار، أو أحيانا بعد الولادة تتعرض لخسار ونحط عمومية خلال فترة بعد الولادة. كمان الورفارين هو من الأدوية المشوهة للجنين اللي نحن لازم نوقفها أثناء الحمل ونتحول لهبارين، أنه أبر تمييع تحت الجلد. أو الأسبرين، طبعا كمان الأسبرين هو نحن بنستخدمه أنه بحالات إجهاضات متكررة أو كذا، فأنه هو مسموح أثناء صحيح الحمل. دكتورة الأسبرين لازم تاخده السيدة الحامل بوقت معين ولا لا مو شرط؟ مسموح هلا هو مثل أنه لا مسموح لحتى أو الأسبوع 36 من الحمل، يعني من أول الحمل للأسبوع 36 من الحمل ما في أي إشكالية منه. طيب يعني اليوم حكينا حاولنا ناخذ أغلب الأسئلة الشائعة، إن شاء الله ما نكون نسينا شيء. أكيد أي أسئلة ببال المشاهدين بيراسلونا، بنرجع مرة تانية بحلقات قادمة بنحكي فيها. شكرا لك دكتورة، والصحة والسلامة أكيد للجميع. شكرا لك. إن شاء الله بسلامة، تضل بخير حبيبي.